سي رشيد من خريبكة، مرحبا بك. يا سي مصطفى، الله يحفظك اخويا. مرحبا سي رشيد. مرحبا اخويا، مرحبا. اهلا وسهلا. انا اخويا مصطفى بغيت نقول لك واحد المشكل وقع لي. نعم رشيد، سمعتي اخويا مصطفى؟ سمعتك خويا كتسمعني رشيد، ياك؟ كنسمعك رشيد. عندي واحد المشكل اخويا كان وقع لي في خريبكة. رشيد اخويا شحال عمرك؟ اخويا انا في مجير في 80، 80. اها وعندي اخويا واحد المشكل كان وقع لي في خريبكة. نعم. كنت اخويا صغير في العمر ديالي تقريبا شي 6 سنين، اها هو يجي عندي اخويا واحد، المهم انا على حسب ما عقلت قال لي يا ودي لقيت واحد دريتي وريني حاشاك المؤخره ديالو، وحنا تنمارسو العاده السريه. للاسف يعني لقيتي شي حوايج اللي هي قبيحه. سمعتي اخويا، حنا غادي نحاولوا نضرب باللغه العربيه، ما حنا دابا في المباشريه. تفضل رشيد، انا تنسمعك. انا تنسمع. انا دابا في المباشره اخويا ياك. تفضل رشيد، راني كنسمعك. لا اذا كان ممكن اخويا، ممكن نعرفوا شحال من مستمع دابا تيستمع لنا. رشيد راني كنسمعك انا، يا راه كنسمعك وانت معايا رشيد. اذا كان ممكن اخويا يستر لي، المهم نقول هذاك الشيء اللي عندي اللي ضرني انا في خاطري. اه سمعتي اخويا؟ كنسمعك يا رشيد. المهم لقيت راسي في تلك المده ديال 6 سنين، لقيت هذاك السيد تيوريني المؤخره ديالو، حنا تنمارسو العاده السريه احنا جوج الناس. واش كنتو خدامين واش كديروا 6 سنين 7 سنين في هذاك الحي، في هذاك الحي اللي حنا فيه دابا، في هذاك الحي، لان هذاك السيد ملي جا هو من ايطاليا هاد المده ديال سولته في السن ديالو، انا ما بغيتش نجبد ليه هذيك القصه اللي كان داير ليا هو. وسولته ملي جا من ايطاليا قلت له شحال في عمرك، ما بغيتش نجبد ليه هذاك ستو اللي كان دار ليا ديك الساعه، قلت له شحال في عمرك، قال لي لقيته فايتني بعام ونص. وكان مؤخرا تيقول لي يا ودي راه كنتي انت تتعدى عنا وكنتي تضربنا، وتنقول علاش زعما تيقول لي هاد الهضره، ما فهمتش انا ما كنتش تنتعدى على حد، ما كنت تنضرب حتى حد. هو دابا تينقل لي هو على هذه القضيه ويشوفني واش باقي عاقل انا ولا ما باقيش عاقل. المهم ما عليناش، لقيتو المهم باقي عاقل، تنمارسو العاده السريه، هو يعاود يدور، هو جيتنا ويقول لنا ديك القضيه ديال شكون اللي بغاني نوريه انا الجنس. لا على كل حال، دابا انا بغيت نعرف دابا اشنو الغرض ديالك من هذا البوح ديالك اللي بغيتي تعاود لنا كاع. انا خويا مصطفى راه عندي تسعود العمليات ديال الاغتصاب، وعندي طلاق، وعندي اختي ماتت، وعندي عمي مات. تسعود ديال باش نعاود لك اخويا مصطفى، انا المآل ديالي انا ما بغيتش، انا اخويا انا بغيت كي تنصحني انت وينصحوني المستمعين اشبين، ولا كان شي حاجه باش نشوف دابا كي غادي ندير تنعالج هذا الموقف انا، لان دابا تعقدت من هذا الشيء. هذا هادشي كثر عليا اخويا مصطفى، ما بقيتش نحمل انا كاع البشر كاع. انت عدتي انا بنادم، وبنادم يقيسني واللي يحكني ولا انا ما كرهتش نعيش مع البنات كاع، ما بقيتش حملت انا البشر. اذا كان البشر ديال هكا عدت انا الطباشير، الله يعفو عليا من الطباشير انا كاع. كرهت انا هذا المجتمع، وكرهت انا المغرب كاع. واش قول لي يا رشيد، قول لي يا رشيد، شي دوله اخرى كاع. لا كاينين الناس، سمح لي السي السي رشيد، رانا غنسمعك غير وكان ما بقاش تقول لنا شي حاجه اللي ما كايناش. راه انا خويا الا خسرت الهضره قطع كاع انت. لا لا ماشي مشكل دابا، ماشي انا نعاود لك، نعاود لك هذاك الشيء بالتفاصيل. اي دابا غير واحد الحاجه راه خصك. اغتصاب اغتصاب ولا تحرش. دابا خويا رشيد، غير باش نفهموا واحد الحاجه، يعني البلاد ما دارت لك حتى حاجه، يعني راه فيها كاينين كيف ما انا، كاينين ناس شادين كيف ما كاينين ناس اسوياء. واللي انا خويا ما شادش، انا راجل راجل، انا ما عزيزش عليا انا كاع. لا قلت لك انا شي حاجه، ما مارش علاقه مع شي راجل، ولكن هذا مرضني هذا السيد دار لي هذا الشيء هذا، لان قال لك القانون لا يحمي المغفلون. شنو القانون؟ وقع لي انا في الصغر وبغيتك تنصحني. دابا اش طرا لك في الصور ديالك؟ انت قلتي لنا بان شي واحد كان كي المهم سيدي، المهم سيدي تيورينا المؤخره ديالو، حنا تنمارسو العاده السريه. من بعد هو دار، هو يقول لنا شكون اللي بغاني انا نوريه كيدير الجنس، ماشي هذا هو الجنس. قلت ليه انا، هو ينوض هو قدا حاجته، وقلت ليه وانا من بعد قال لي صافي ماشي هكا، قال لي صافي انا قليت حاجتي صافي. انا دابا واش ممكن نقول لي علاش نمشي دابا نصالحو، نقول لي علاش درتي لي انت هكا؟ ايه ومن بعد بديتي كتعرض لحالات اغتصاب؟ وبلاتي من بعد عاوتاني مشينا لواحد، من بعد سمعت هاد الهضره في هذاك الحي، ناض كلشي انا بغيت عتا عليا. من بعد عاوتاني لقيت بانه
بانه مشيت انا واحد المهم في الاخر بحال تعقد ولا عزيز عليا الخلا ولا عزيز عليا ديما نعيش بوحدي ما بقيتش نحمل. من بعد مشيت لواحد الواد الا تنتفاجئ واحد جوج الناس يجيو لي من هذاك الحي تيقولوا لي واش ممكن مارسوا معاك الجن. وشحال عطاوني 6 ايام انا ديك الساعه باقي في عمري 6 سنين ربما تيعرفش هاد الهضره. انا تنقول دابا تنهضر انا تنهضر واخد راحتي لان ما غاديش يقدر شي واحد ربما يكون من العائله تسمع هاد الهضره. ما تيار ما تنعرفوش مثلا تقول لي واش ممكن ما تنعرفوكش الوالد يعني. ما تنعرفوكش حنا كاع. سمعت يا اخويا مصطفى باش انا نعاود لك فاذا بهاد الناس يجيو عندي تعطيني واحد 6 دريات تقول لي واش ممكن نمشيو مع نمارسو معاك الجنس. انا بانت هذيك 6 دريات مشيت معاهم. بانت هذيك 6 دريات ديك الساعه اخويا شي حاجه شحال كان عندك مثلا شي 30 درهم ولا شي شحال كان عندك ديك الساعات في العمر رشيد شحال كان عندك ديك الساعات في العمر اخويا؟ باقي ما قريتش التحضيري. انا نعاودك المشكل ديال القرايه من بعد التحضيري. انا التحضيري عاوتاني تعقدت ورطت من المدرسه. اها ما عليناش ملي مشيت لهذيك البلاصه تاني واحد البلاصه تيكون نايض فيها حتى الشيء ديال الضره شويه وعالي. سمعتي باش يكون هذاك الشيء مخبي مدرق. ما عليناش انا ما عرفتش اش وقع لي شديت هذيك 6 دريال وانا نقول لهم عرفتي شنو غادي نقول لكم. انا غادي نمشي نقولها للحي هذوك غادي نمشي نقولها لهم في الحي غير ما سمعوا هذيك الهضره غنقولها لهم في الحي ويقول ويقلبوا عليا صافي ولا جمعوا شديت هذيك 6 دريال وهربت. مشيت اخويا للدار انا على حساب داكشي اللي عاقل عليها ماشي تيعاود ليا شي حد. مشيت اخويا للدار وتنقول والله العظيم انا ما عرفتش وقع ليا حتى زعما فزت من هادو وكون 15 زعما انا كنت شاد وزعما بغيت ولا شي حاجه غيتكرفسوا عليا هذوك الناس. ما عليناش خليها. واحد النهار فاذا بيا اخويا مصطفى تنحس بالسروال ديالي تيتحل فاذا بيا اخويا تلقى عمي انا ورايا اخويا وتصدمت فقت من الناس ولقيته اخويا مصطفى حل لي الحوايج ديالي. المهم انا اخويا ما قدتش نقولها للوالد لان الوالد ديالي لا الى عاقبي غادي يقتلو. ما عليناش. انا اخويا نعست ما باقيش عقلت مع سكت بحال هكا وتكوانسيت. حيت اخويا حل لي السروال ما عليناش. داز المده تلقى واحد عمي اخر يصفر ليا. يعني سمعتي؟ يعني للاسف انت دابا وقيلا قال وياك ما وقيلا شاد هذا راه نديرو فيه حنا ما بغينا ما عليناش. واحد النهار اخويا حسيت عاوتاني بواحد عمي تيعيط لي بحال بيمارس معايا الجنس وهذاك عمي بحال هربت منه خمس صافي نعاود لك الصراحه وتنحس به تيصفر ليا تقول لي لا تقولها لهمش لا تقولها لهمش تيصفر ليا بحال هكا وتيقول لي لا تقولها لهمش. وهذا عمي اخو مصطفى تنحس به بانه تيتقرب ليا بزاف بحال تيبي يقلقني زعما واش باقي عاقل. وهذاك عمي اللي كان حسيت به حل لي السروال كان تيخلي ضرب ويا بزاف الصغر كان تكرفس عليا بزاف. ما عليناش اخو مصطفى. المهم نعاود لك المهم هذاك الشيء غادي بالتسلسل. هادي داس نزيدك اخرى اخرى اخو مصطفى هي اسمح لي راني مرتبك شويه كما تيقولوا الناس اللي تيهضروا. المهم ما عليناش نمشي هذاك الشيء غادي ننسى انا الواقع نعاود لك باش انت غادي تنصحني. داس المدة عاوتاني مشى. المهم دابا نعاود لك الطلاق لان دابا بنادم لا لا مو مطلق اخو مصطفى بلاتي قبل من الطلاق انت شمو البال وسمعتي واش انت ديك الساعه تما كانت طلقت مع الوالد ديالك؟ كانت امي مطلقه من شحال من نعاود لك ديال الطلاق نمشي معك التسلسل ديال الاختصاب عاد نعاود لك ديال الطلاق. واخا واخا يلا سمعتي اخو مصطفى. واخا سي رشيد. المهم الوالد ديك الساعه بلاتي نعاود لك اخرى الاخرى هي اخو مصطفى ذاك الاول اللي كان دار لي ذاك المشكل ديال المهم راه ملي عشت بعض المدن فهمت بان بعض المدن بحال مدينه مراكش تيقول لك اودي دابا خلينا من مدينه مراكش وداك الشيء عافاك انا عاود ديال القصه ديالك انا عاود ديال القصه ديالك خليني من المدن باش ما نعطيش. لا اخو مصطفى لا دابا هذاك عقدني دابا هذاك الاولاني دار لي هذا المشكل. دابا انا وليت بغيت ننتقم في الصغر ديالي بغيت ننتقم. عاوتاني في الصغر ملي دار لي هذاك المشكل بغيت ننتقم تما علاش هذا كيقولبني. الصغر هادشي باقي ما قريتش التحضيري مشيت انا عند هذاك الدري قلت ليه واش اخويا نمشيو نديرو تلك اللعبه تيقولوا لا وما النويبه. واخا يعني التناوب. سمعت انا شرحت ليه ديك الساعه باقي ما قلتش انا في التحضيري مشيت شرحت ليه قلت ليه اودي واش نمشيو نديرو التناوب. انا ما عارفش انا باقي عاقل مشيت
قلت لي باش زعما على حسابي يا ربي اسمح لي على حسابي زعما باش انا نستغلو. قلت لي عطيش جيت تسبق انت. المهم انت بغيتي دير لي داكشي اللي دار لك هذاك الاولاني. نكون عاديين ونكون واقعيين. واخا من بعد. قلت لي سبق انت ما عليناش. انا كنت نقلب عليك شحال بقى مصطفى شي ست سنين وانا تنعيط لك البارح البارح شد لي الخط اخويا وكان معايا واحد السيد ما قلتيش اخويا نعاود هذا المشكل انا. ايوا. سمعتي واسمح لي هذاك اللي كان دوز ليا المهم ما عليناش. فين وصلت خمسة ما بقيتش عاقل. قلتي لي وصلت عند هذاك السيد هذاك الدري اللي قلت ليه يلاه نمشي ديك الساعه عندي شي ست سنين. مشينا خويا المهم هو سبق دار شي واحد شافنا من هذاك الحي قال لهم بانه راه فلان راه كفوك فلان يا فلان تزوج فلان. يعني وصلت جا عمي انا تيجري جا للدار طاط طاط اش واقع جا جتا قالت لي مالك قلت لها انت ما رضيتش انا قلت لها اودي راه فلان تخاصمت معاه وغلبني. سمعتي خمسة طوي دابا حنا على المباشر ياك. تفضل رشيد راني كنسمعك انا راه كنسمعك. المهم ما عليناش. يا هذيك صافي المهم نسيت انا ما بقيتش عاقل المهم تنحس بانني في الصور واقيلا كنت بحال واقيلا تنسكت. كنسكت مدة 3 شهور ما تنهضرش. وكان عزيز عليا نتخطى في شي بلايصة خمسة طوي نتخطى في شي بلايصة فهمتي نعيش مخلوي. مخلوي ما تشوف حد لان كلشي البشر وما تحمش شي بشر يتوشيني ما نحمش شي بشر نسلم عليه 15 حقيتاش كلشي كيشوف فيك انا على البنات ما تحمش نسلم البشر لان تحقت كلشي كيشوف فيك غير هكا المهم ما عليناش نمشي لك 15 لهذاك المهم الوالد وقع لي واحد المهم الوالد بدلو الخدمه مشى لاكادير الوالد تيدير داكشي ديال الشعاب والماطر سمعتي مشى لاكادير المهم نسيت ما قلت لك مصطفى فاذا بواحد النهار في الصغر ديالي تنعقل بان لقيت ولد عمي تيمارس معايا الجن او الثاني ما بقيتش عاقل اخو مصطفى تلقيت راسي معاه في الحمام يعني فهمت انا واش هذا الشيء تيطرح ليا في بالي المهم باقي عاقل لان ولد عمي تيجي عندي نطر تقول لي انا راه باقي عاقل على شي حوايج واخا انا ما عاقل على والو من بعد سمعتي وبلاد ما صاحبي ما تيبغيش يفرحك ولا شي حاجه انا ما فاخش نتعاودوا لي انا من الاول اش وقع لي من الاول هذاك الشيء الا كان شي حاجه اخويا ديال المحامون والقودات وداك الشيء نعاود لهم انا من الاول هذاك السيد هو اللي خرج عليا الاولاني مصطفى لان دابا باقي كنشوفه باقي ما جبتليش هذا الشيء لان تيقول لك اللي حسبته في عام زرب انا مصطفى بنت سند حتى واخا يكون كاع هو تيتصنت ليا دابا بنت سناتا واخا دابا السيد كان كاع نكبروا شويه ونتقعدوا نمشي عنده نقول ليه عقلت اش درتي ليا دابا السي رشيد وحاول تسمعني عافاك الله يعطيك الستر وماشي انت انا مصطفى راه ما بغيتش مساعده ولا لا راه ماشي كنطلب المساعده انا ما كنقولكش على خير الحمد لله دابا ماشي كنقول لك المساعده نلقاولك البيت نعاود لك لا رشيد حاول كاع ممكن اخو مصطفى راه نسمع كاع في هاد الناس هادو رشيد الله يعطيك الصحه كمل لك اخويا ماشي مشكل عندي حاول تسمعني عافاك رشيد الناس هادو لان علاش نعاود لك انا بالتفاصيل اخرى رشيد حاول تسمعني عافاك باش نقدر نكمل انا وياك انا تنسمعك اخويا راه حنا في البرنامج مني تنبوحوا لبعضياتنا ما يمكنش نحرضوك دابا انت ولا ما يمكنش ندفعوا بك انت لحالات العنف بمعنى انه الا كنتي الا كان ما عرفتش هاد القضيه وحاول تسمعني راه ما يمكنش الشريف تكمل على اي حاجه تدوز عندنا غير هكاك ما يمكنش دابا واحد القضيه الاخوان دابا القضيه اللي رد حسيفته في عام وداك الشيء حنا ماشي برنامج لا يسيد العنف حنا تنسمعوا لهذا السي رشيد من خريبكا باش نسمعوا فين كاين المشكل عنده كيفاش كانت هذه الحاله الاوليه ديالو اللي خلاته يميل لهاد العلاقات الجنسيه او لا حتى دوك الاشخاص اللي هما اطراف منه اللي هما علاقه الرحم ديالو ولاو للاسف تيستدرجوه لمثل هاد العلاقات لانه تيلقاوه مهيئ تيلقى راسو موجود لانه يدير هاد العلاقه ما تلقى دي تحسيفته احنا ماشي في الحمام سمح لي رشيد تتعاود لنا مرحبا بك باش نقدروا ننصحوك باش نقدروا نتواصلوا معاك مي الا حسيفتك في شي واحد ويترضى في هذاك شغلك ما تجيش تدوز عنا هادشي في الراديو حنايا مش احنا ما كان برنامج لا يسيد العنف
نقدروا نسمعوا ليك وانت كتعاني من سلوكك الشاذ وانت كتعاني من مجموعه ديال السلوكيات اللي كانت قبيحه عليك ومن حالات العنف وحالات الاعتداء كلشي داكشي نقدروا نسمعوه. كاين باش توجه على طريقنا رساله باش يمكن تقول لنا ودينا راك رد حسيفتي انا ماشي مقبول عافاك نقدروا نسمعوا لك رشيد. مرحبا بك رشيد. عمي قال لي ما كنت قلت له عاودت انا للجده قلت له تيرا ما رضيتش قلت له تيرا راه هي غلبني تخاصمت انا وياه وغلبني وصافي ومشات القصه. المهم صافي المهم خلينا مشى الواليد الاكادير دار هذاك المحل التجاري فاذا بيتا تيجي واحد من العائله ديال مرت الواليد يقول لي واش نمرت انا وياك عاودتاني الفينش. واخا رشيد واش 17 عام تقريبا ولا 17 واش انت تسمع رشيد ولا ما بغيتيش تسمعني عافاك الله يرحم لك الوالدين. لكن انا باقي ما كملتش 15 هو خصك تسمعني وانا كنسولك تسمعني وانا كنسولك سمعني وانا كنسولك رشيد ديال العنف انا العنف زادت على داك الدريه في مده سنين. اييه دابا راه خصني نسولك لا خصني نسولك باش تجاوبني اخويا رشيد. اييه دابا رشيد هيب شويه عليك ملي نكون كنسولك هي جاوبني. قول لي رشيد دابا انت في هذه المرحله هذه اللي لقيتي عليك هذه الحالات العنف متكرره عليك لا من عمك لا من ولد عمك لا من بزاف الناس لقيتيهم واش هذا الشيء جاي حيت كيشوفوا فيك بانك واحد الانسان ديما متعودين يشوفوك هكاك؟ قول رشيد. للاسف كتنقطع مكالمه رشيد. رشيد ما قدرش يتواصل معنا لانه كيعتقد بانه العنف اللي قابلوه هوايا في الصغر خلاه يكون هكا في موقف عصبي خلاه يكون حتى ملي كيتكلم معنا كيتكلم هو عنيف. رشيد من خريبكا رشيد كنا كنتمناو نتواصلوا معاه باش نعرفوا شنو هو المآل ديالو لانه الان وصل لواحد السن هو كبر من يعني كبر في السن ديالو والطلاق اللي كان كيحكي لنا عليه واش طلاق الاب مع الام واش الوضع اللي دابا كيعيشو رشيد خلاه يولي كيشوف راسو باللي هو مستهدف من بزاف الناس كيميل فقط غير للبنات حيت الرجال لما كيلقاهم كيشوف فيه داك الصوره ديال واحد الانسان اللي ديما مهيئ باش يقدر يكون يتعدى عليه جنسيا هو تيرجع هادشي للمرحله الاوليه. رشيد انا نقدر نسمع لك كيف ما هما جميع المستمعين ولكن راه خصنا نسمعوا لك الا كنتي كتجاوبنا على الاسئله ديالك كتجاوبنا على الاسئله ديالنا ونسمعوك والاذاعه ديال العائله وبما اننا حنا في جو اسري راه غادي يكون بيناتنا الحوار رشيد شي اي حاجه تبغي تفوتها هكاك حنا راه امام اسماع الناس والعائلات نقدروا نسمعوك ونحتويوك كاملين ونسمعوا لك شويه بشويه وانت كتجاوب ونقدروا ننصحوك نقدروا كاملين نكونوا اصدقاء لان ماشي انت اول واحد كدوز عندنا رشيد اللي تعاني من هذا المشكل ديال الاعتداء الجنسي فيما قبل من الطفوله ديالك. كانوا معنا بزاف الناس وراه لعل الاخوان يذكرون معي بزاف ديال الحالات ديال الاخوان اللي قدروا يسمعوا لنا ويسمعوا بهدوء وحتى يوصلوك لهم بهدوء. رشيد حاول مره اخرى ان شاء الله تتواصل معنا وتجاوبنا على الاسئله اللي بغينا نستفسروك عليها وانا ذاك باش نقدروا نوصلوا معك جميعا النصح اللي يقدر ينفعنا جميعا معك وخاصه الا تواصلتي معنا في الدكتور ديال في البرنامج ديال بيني وبينك مع الدكتور حاتم شرف الادريسي اللي تيكون كل اثنين وثلاث ولا اربع يعني في فتره ديال العشيه يعني من مع السبعه ديال العشيه. بناء على المطلب ديالنا البارح باش يمكن نتواصلوا مع سي رشيد من خريبكا هو استجب للنداء ديالنا باش نقدروا نتكلموا احنا وياه. سي رشيد عاود مرحبا بك اخي. مرحبا سي مصطفى الله يحفظك. الله يبارك فيك سي رشيد. المهم ما عليناش دابا البارح قلتي لي ودي راني تعصبت راه تعصبت حيت واقيلا قلتي لي انت شاد. لا انا راه ما قلتلكش. قلتيها لي ولا سمعت انا هكاك؟ قلت لك السلوك اللي تمارس في حقك كان شاد. اي اخو مصطفى ما فهمتك ما تيتحابني واش قلتي لي انت شاد هذاك الشيء باش تعرف وهذا هو دابا انت قلتي لي اخي بكلمه ما تنسمعش انا ما تنحملش نسمعها. اي راه داك الشيء باش تعصبتي علي انا قلت لك السلوك اللي تمارس في حقك في الاول في الصور وهذوك السلوك اللي هو شاد.
ايه اخويا مصطفى ايه، وبالنسبه لواحد القضيه بالنسبه لهذاك المستمع اللي دخل قال لي ودي خصك تستعن بالله، دابا هذيك القضيه ديال الاستعانه بالله هي دابا انا باش نستعن. هذا هو غير بالله، هذا هو ولي مصبرني. واخا خويا رشيد يعني بشويه، وبالنسبه لهذيك القضيه ديال اللي قلتي لي هذيك الكلمه ديال بانني غادي ديك الكلمه بلا ما نحتاج نقولها اللي قلتي لي خاصك الا قلتي نقطعوا البرنامج، انا قلت لك ودي غير على سبيل المثال. لا حيت ما نقدروش نديروا هذه القضيه لانه احنا اي حاجه تدعو الى العنف ما نقدروش. لا انا ولكن انا باقي ما درت والو، انا دابا بغيتي انت ولا بلاد الناس اللي طالعين باقي ما درت معاهم والو ما نقدروش. واش ممكن نمشي نواجههم دابا حاليا؟ لا حسيت براسي انني كبرت، واش ممكن للمواجهه؟ المواجهه راه ممكنه ايه ماشي مشكل، لكن استعمال العنف ما نقدروش احنا نمشيو معاك فيه كطرح ولا ندوزوه في الراديو. غير حاجة واحدة أنا بغيت نفهمها منك، البارح أنا فعلا تذكرتي معايا وسمعنا منك كمستمعين الوضع اللي أخويا رشيد عانيتي منه أنت من صغرك، لأنه كنت واحد الوقيتة كل الوالد كان منفصل على الوالدة، يمكن شوية كنت عايش ظروف كانت شوية قاسحة عليك صعيبة في الصغر ديالك رشيد. هي سي مصطفى إيه هاني معاك. وعرفنا من وراها على أنها كانت كتخليك تمشي مع واحد يمكن الدراري قرانك تديروا يعني ما عادة سرية إما واحد الوقت. إيه الله يخليك. بالنسبة لهذا وقراني راه أنا شفتها، أنا مزيد في 80 وشفتها في 94، يعني راه جيل مراجيل، يعني جيل مراجيل، يعني هذاك الشيء ماشي تيقول شيء. قلت لي بأن هذا برنامج عائلي، هي بفعل نيت عائلي، ولكن أنا بغيت نوصل بحالي دابا أنا تغتصب 9 مرات وعندي أمي مقلقة، نقدر كي عشت أنا ونقدر نقول لك النتيجة أشنو وقع لي أنا باش ما يتمحنش واحد آخر رشيد، فهمتي؟ وأنا بغيت نبدا لك إيه الاغتصاب، ومن بعد بين نوصلك بأن تطلق هو يقدر يكون سبب ساهم في هذا الشيء هذا. واخا أنا معك من الأول رشيد نبداو. ياك فهمتيني؟ مرحبا رشيد، يلا نبداو. وحاجه اخرى بغيت نقول لك نبداو حنا من الاول، نبداو من الاول رشيد وحنا غاديين. نبداو من الطلاق ولا نبداو من الاغتصابات؟ نبداو من الاغتصاب. اغتصاب اللي انت حسبوا تحرش، حسبوا تحرش. واخا نبداو من هذاك الاول. اييه هذاك الاول اللي بدا لي القصه على حسب ما عقلت، حيت دابا انا ملي كبرت بدات تنعاود هذاك الشيء اللي وقع ليا. اييه حيت انا ما تنزربش. اييه باقي حتى شي واحد ما درت معاه شي حاجه. اييه هي النتيجه فين وصلنا. اييه ما عليناش نبداو بهذاك الاول دابا. هذا الشيء فيه كلام العيب، خصنا نهضروا. نسيت ما قلت لك دابا عاد لقيت اش كاين. بالنسبه للناس الا كان شي مسؤول كبير في البلاد تصنتنا دابا، هي الثقافه الجنسيه خصها تقرا بصح البلاد. مهم جدا هذه القضيه ياك. وبالنسبه للطلاق هي الدري ولا البنت ما خصهاش يمشي مع باه، خاصو يمشي مع امه. لان لم تترك البال الدري ولا البنت وتبع النفقه ديالو. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك اخو مصطفى. واخا واخا هادو رسائل نقدروا ناخذوهم منك في الاخر، ولاني انا بغيت نعاود نرجع معاك للاولى رشيد باش الفكره ديالك فعلا يستوعبوها الاباء ويستوعبوها الاولاد اللي مثلا. حاجه اخرى انا ما كرهتش اخو مصطفى، دابا انا ما مجوش، ما كرهتش ان ولد ولدي ونصر عليه لمده 6 سنين ولا 7 سنين تيدير عقله، ونحاول من هذاك الولد ان شاء الله الا تزوجت هذاك الولد نحاول نحط ليه البال مزيان باش ما يهضرش مع شي حد كاع، شي راجل كاع، حتى نبلغ ليه الرساله كيف وقع ليا انا باش ما يوقع ليش الخليط كي وقع ليا انا. مهم بزاف، مهم بزاف. ولكن دابا انا مع كبرت وهذاك الشيء فهمت اش واقع، استوعبتي شنو واقع، وليت سايرت الامور ديالي عادي، ودابا بخير وعلى خير. انا حتى في اكادير وتنحاول ما نتكونيكتاش مع المغاربه، تنحاول نتكونيكتا غير مع الاجانب والاجنبيات لانهم تنلقى فيهم راحتي. كيقدروا يتفهموا الوضع ديالك. هذا المشكل وقع لي انا في الداخل ما تنكره، عزيز عليا نعيش انا في الشمال وفي الصحراء وفي التمازيغ في الشلو. حنا نلاحظ واحد الملاحظه بان الناس ديال الشمالي والناس ديال الشلوح مع الناس ديال الصحراء ماشي هما ديال الداخل، هذوك ديال الداخل عندهم على حسب ما وقع لي. ماشي مشكل، تلقانا راحتي في الشمال وفي الصحراء. تجربتك انت تمحنتي في بزاف د البلايص مشيتي لهم. فهمتي؟ لان تلاحظ حتى عشت في مدينه بني ملال وعشت في ريبكا وعشت في اكادير وعشت في مراكش، لقيت بانه جيت واحد المرحله في مراكش مده ديال 16 عام، يعني تلاحظ بان الفساد كثير بزاف في مراكش. الوسط اللي عشتي فيه كان كثير فيه هذا الشيء اللي كتشوف.
كثير كثير بزاف هادشي وطلع هادشي واقيلا كاع كاين في المجتمع العربي ولكن تيبان لي على كل حال وراه اجنبي ربما كاين في كل المجتمع بحالنا ما فيهمش هاد السلوكات كاين في جميع المجتمعات. انا واحد شويه خليك معايا لحظه وانا نرجع انا وياك، ولكن على اساس اخويا رشيد بدا معايا كيفاش اول مره، شنو هي الظروف اللي خلاتك للاسف يعني تعرض لهذا الشيء، وشنو جا من وراء هذا الشيء اللي تعرضتي ليه انت باش نقدروا نوصلوا لهذه الرسائل اللي عطيتينا دابا في الاخر نوصلوا لهم كنتيجه، والناس اللي ما سمعكش رشيد البارح يعاودي يسمعك. احنا متواصلين وانا وياك من دابا شويه نكملوا الكلام في اثير اذاعه ام اف ام في برنامج سمير الليل. غادي نرجعوا معك السي رشيد للفتره ديال 6 سنين من حياتك، كيفاش الوضع العائلي اللي يعني اللي كنتي كتعيش فيه فصل الأرض؟ انا دابا مع امي متلقاه. اها انت الوالده تلقات انت مني تلقات الوالده شحال كان عمرك ديك الساعه يا رشيد؟ اخويا انا بعدا عقل على واحد اللقطه، هي انني واحد السيده كنت راك فوق ظهرها. اها ومن بعد نزلوني من ظهرها حطوني في الدار، زدت تنبكي، حسيت انا بشي واحد جاي عندي عطاني طمره. هاد اللقطه بعدا باقي عاقل عليها. ما علينا، زعما بغيتي انت المشكل ديال الطلاق؟ لا ماشي المشكل ديال الطلاق، انا غير كنهضر على دابا حيت ملي قلتي لي 6 سنين انا تقريبا ونص على حسب ما قالت لي الوالده، حيت انا عندي المشكل ديال الوالده اخو مصطفى. تقدر كاع تموت محال نبكي. لان ما تنحش تجاه شي حاجه، فهمتي؟ كاع عندها وتنبقى غير تنشوف فيها، ما فهمتش صافي، ما كاينش تجاه شي حاجه، تتعنقني كاع عادي، ما تنحش انا كيفاش ديك البروده يعني ما كتقبل كتلقى بروده ماشي شي حد. المهم انا 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 المهم اول مره غادي نشوفها تقريبا عندي ديك 24 26 22 بحال هكا. علاه مع بنات؟ علاه مع بنات عشتي انت في الصور؟ انا عشت مع با ومرت با. اها مصطفى المهم باقي عاقل على واحد اللقطه، هي انه قالوا لنا في الدار، المهم جمعوا الدار وصوبوا الدار والمسائل، قال لك اودي راه غادي يجيو عندكم شي ناس، الا جاو عندكم قولوا لهم ربنا اللي صبتنا وبانا اللي كسانا وبانا اللي طردنا البال، المهم الا جاو قولوا لي هذه الهضره. انا المهم جاو عندي سولوني بحال هكا تخلعت. سولوا واحد اختي الله يرحمها قالوا لي انت مالك؟ قالت لي اودي راه حنا بانا مسقطنا وبانا ديرنا وبانا ما عندنا حنا ما نديرو بمنا، انا ما عارف والو، انا كنت عاقل على هذا. اييه المهم ما عليناش حنا، المهم انت ردي تشوف امك، يعني باش تشوف امك شي حاجه مستحيله. يقدر يحيدك من الحاله المدنيه ولا يجري عليك ولا يقدر ينفرك ما باقيش يبغي. المهم انا خايف، انا المهم حياتي كلها هي الخوف. دابا باقي تنخاف. نعم اخويا رشيد. ما عليناش. دازت المدة، الوالد مشى خدم في أكادير، مشى هو سبقنا، المهم قالت الأمور ديالها المسائل، مشى لأكادير، دانا حنايا. هذيك الوقيتة اللي سبقكم، هذيك الوقيتة اللي كان خدام هو وداك الشيء سبقكم، كنتوا عايشين مع عمامكم؟ كنا عايشين مع عمامنا وجدة ومرت عمي وداك الشيء مخلص. وهذيك المرحلة واش هي اللي بدات فيها حياتك شوية كتعرف هذه المشاكل هذه اللي عشتيها في صغرك؟ أخويا بحال هاد المشاكل خمسة زعما، واش هاد الفترة اللي مشى فيها الوالد لأكادير بوحديتو كنتو يعني مع جداكم وعمامكم، واش هذيك المرحلة اللي في حياتك كنتي مثلا كتلقى هادوك الناس ولا كتخرج برا؟ هذيك المرحلة اللي كنا عايشين في خريبكا حنا. هذيك المرحلة اللي كنتو عايشين في خريبكا نتوما؟ هاد الاغتصابات عشنا في هذيك جزيرة الوقوة. واخا المهم نقدروا نقولوا المهم دابا راه مشروع، هذا دابا راه عائلي، راه يقدر مثلا هذا المشكل اللي وقع لي انا يوقع لشي واحد اخر ويكون مستور عليه بعدا وباقي هو معقده في حياته. فهمتي؟ على بالي انا ماشي ولد عائله، انا راه ولد عائله وهادشي وقع لي وتنحاول انا كاع نهضر معاكم وما يعرفني حتى حد. ماشي مشكل، راه هذاك هو الهدف ديالنا، تعرفوا المآل ديالو وتعرفوني انا اشنو بغيت نبلغ. هي راه هذا هو الهدف ديالنا حنا، حنا ما كتعرفنا ما كنعرفوك، ولكن المهم هو الرسالة ديالك هي اللي كتخلينا حنا اصدقاء. هادشي اللي كاين ما عليناش. انا راه ماشي مخلوي، انا قلت لك تنعشق نتخلوى وتنعشق نعيش بوحدي. وانا دابا راه مخلط مع الناس وتنهضر مع الناس وعادي. ايه بعض الكلمات تنسمعهم بحال دابا مثلا تنسمعهم في الشارع كيجبدوا لي هذاك الماضي تنتاثر وتالمشيه ديالي تنحس بها تتعواج، كتولي كدير رد فعل مضاد. نحس بعض المرات بالاخص الا كان تيعرفني وجبد لي هذاك الماضي ديالي ولا شي حاجه ما تنكرهش انا نتخبى كاع خاصمو ولا تدير شي
تعنفوا ولا دير شي حاجه قبيحه نقلب عليه وعلاش جبت لي هذه الهضره هذه واش حسيت ان انا كيعشت بعدا في صغري والمشاكل اللي انا عشت باش تبان لي انت هذا الواقع ديالي. رشيد هاد الفتره هذه اللي مشى فيها هو الوالد الاكادير وداك الشيء نتوما من تما بدا انا حنا معاه انا معاه حنا وسميتو دار هو واحد المشروع وكان واحد عمو تيقابل معاه وحنا تنتعاونوا معاه حيت كانوا انا خوتي كبر مني جوج كاين واحد في الدنمارك وكاين واحد اختي اخرى وكاين واحد خويا اخر كبير. المهم انا سميتو مشينا تما الاكادير داز واحد المده حنا المهم مره تنقرا مره المهم ديك المرحله ديال التحضير انا خرجت في هذيك المنطقه في خريبكه بحال بداو تيجبدوا لي هذاك الماضي ديالي خرجت انا من القرايه. المهم الوالد ولا كمل بيا مشيت عاوتاني قريت اكادير انا ما عليناش حيت اكادير تلقى مدينه سياحيه وتلقى بنادم مخلط وهذاك الشيء تناخذ راحتي تما ما عليناش داز واحد المده وانا نسمع الوالده وتي راه عنده شي تصافير لبني ملال لحسب انا ما عرفت الخريبكه فاذا تنتفاجئوا الا بيجي واحد السيده الا تقريبا اش غادي نقول لك على حسب ما تسمعت في المنطقه ديالنا يقدر يديها ولده الكبير جاب واحد السيده صغيره تزوج بها هو شحال كان عمره كان كبير الوالد ديالك ديك الساعات هو دابا حاليا تكون عنده 60 سنه حاليا وانت شحال في العمر ديالك دابا 80 من مواليد 1980 ايه اها ايوا المهم هذيك السيده نهار الاول جابها عاديه قعدات الامور ديالها دارت بلاصتها فهمتي ولينا نبوسوا ليها ايديها وبعض المرات الا تخاصمنا معاها ولا شي حاجه تيدور فينا الوالد لا هذيك خصكم ديروها امكم انتم عندكم ما ديروا بهذيك الام تيقول لخوتي وانا بعض المرات تكون اذا تيخلي ضربوا هذا علاش عكس مع مرتو حتى دابا هي مني ولدات الاخ ديالي الاخر ولدات الاخت ديالي الاخرى ما خاصكش مثلا تضرب ليها ولادها يقدر كاع ولدها مثلا يصرفقني انا نسكت وكان تيصرفق اختي الكبيره تيشدها وتيخلي ضربوها عنده هو مع 3 سنين وتيشد اختي الكبيره وتيخلي ضربوها ما تقدش اختي مسكينه تقول لمرت الوالد لا راه ولدك ضربني ولا ولدك ضربو بدا هو تيقول لها راه ضرب ليا فلان ضرب ليا سميتو كاين غادي نقول لك اخا مصطفى هادشي راه بزاف سمعتي كنا تنبغيو حنا نربيوك في الطريقه اللي بغينا هي ما تتبغيش المهم ما عليناش دازت المده كلها بحال وقيله بات تفوز هي بالغنيمه فهمتي بدات تبعد خوتو العمام والعمات لاقي سلوك مع هذا لاقي سلوك مع هذا ضرب سلوك مع هذا ضرب سلوك هذا شكون اللي بقى دابا بقيتو نتوما الولاد هاك مشاو العمام ولا تاتي للدار وهذاك الشيء المسائل بدات واحد خويا الكبير ما كان مجوج معنا في الدار بدات تاتي السلك بداتو من الدار واحد خويا جا من الدنمارك باش يشوف الوالد ويشوفنا حنا وداك الشيء ما عرفتش وقع عليه سبق الوالده ويغضب عليه الوالد عيط ليه تنقول ليه علاش وقع تاجر عليك انت من الدار قال لي كاودي النهار الاول استقبلوه مزيان والغطي قلبوا عليه غضب عليه حيت سبق الوالده حيت سبق امه صافي هذاك توا اوني له دابا مرت الوالد ديك الساعه ملي كانت تقلب عنا امي ملي كانت تقلب عنا قال الوالد مانع اش دارت مخرات واحد خويا من المدرسه كان هذا خوك خويا حتى هو ملي شفتو بحال بان لي هذاك خويا اللي كاين عايش معايا لقيت بحالو ما كنتش نشوفو لا دابا هذا خوك اللي قلتي لي دات من المدرسه واش كان عايش معاكم كان عايش معانا هي مؤخرا خويا قالها لي معانا ما فهمتش انا هذه القصه كل نهار تيقول لي حاجه في شكل انا طيحوا لي الشك في راسي ياك ما انا ولد شي مره اخرى ما عليناش مخرات هذاك خويا داتو وقيل هذيك الوقيته فاش الوالد خصو يتطلق ما تيبان لي مرت الوالد الوالده لاباس عليها فهمتي كاينه الفلوس ما عليناش المهم دات هذاك الولد هي مشات صافي وقيله بغات هي ذاك الولد صافي بركه عليها فهمتي بحال وقيله يأست منا انا تنحس بها ما كاينش شي استقبال ولا تتعيط ليا ولا ما عرفتش بان لي وقيله كاع على حسب ما كاع ذاك الولد اللي عندك تباتو في سميت هذاك الولد ما عليناش نرجعوا لمرت الوالد خلينا في الدراري دات هذاك خويا نوضاتو بقيت انا
حيت انا اخويا ما عرفتش وقع لي مع شي مشكل، ما بقيتش نبوس ليها ايديها، ما بقيتش هكاك، ما لقيتها زعما درت فيها النيات فتلات عليا، ما بقاش عجبني هذاك الواقع. وقع لي شي مشكل في الخدمه، بحال الوالد ما عجبوش هذاك المشكل ديال الخدمه، من بعد انا المهم قال لي خرج عليا خسوس. سست انا واللي بقى اختي وخوتي الاخرين من مرت الوالد. هذه اختها اخوها مصطفى وقع لها واحد مشكل، واحد النهار مشى الوالد سافر مع مرته، مشاو للخريبقة. جينا انا دابا معاه، ما بقيتش كريم معاهم، كريم مع واحد السيد بارتما نصو نصي ساكن انا وياه، واحد السيد لعمرها دار. اذا بينات اخويا تنسمع التليفون تيقول لك راه اختك تاهي ماتت في الدار. سمعتي اخو مصطفى؟ مشاو هما سافروا، خلاوها بوحدها في الدار. ملي سولنا البوليس ودرنا الاجراءات ديالنا وداك الشيء، قال لك لقينا تيعاودي الوالد. انا ما شفت والو، انا امي بغيت تفنوها، قلت لي امي تي الوحيده هي نشوفها باش نعرفها فين مشات. شحال كان عندك ديك الساعه في العمر الرشيد؟ حيت هذيك اختي اخو مصطفى بلاتي من بعد وسولني، حيت هذيك اختي انا ملي شفت امي بحال كنت في واحد العصر، بحال كنت مثلا في 1920 عاوتاني قال لي سير 1940. تنتفاجئ باختي لقيتها شارفه، بحال اختي صغيره في البيت تشوف امي، لقيت اختي كبيره. فهمتش؟ فهمتيني اخو مصطفى اش من بلغ ليك؟ لا ما استوعبتش. يعني لقيت امي تتشبه اختي. هي امي شارفه واختك صغيره. اختي صغيره. حيت انا ما عمري شفت امي، فهمتيني اش من بلغ ليك؟ هي. وهذا ما كان اخويا في القصه. الو. نعم انا تنسمعك يا رشيد. هذا ما كان اخويا في القصه، ولا بغيتي نعاود لك. المهم دابا كاينه مرت الوالد مع ملؤ، ودابا الوالد ممنوع تمشي تشوفه ولا ديك الهضره ولا ممنوع اخويا. دابا انت عندك 37 عام. هي اخو مصطفى. واخا نعاود لي على راسك دابا، من صغرك تل يعني هذاك المشاكل اللي لقيتي، هذاك الحالات ديال الاغتصاب لما كان شي مره شي واحد كان كبر منكم زعما. دابا ما عليناش نعاود لك عاوتاني ديال الاغتصابات. ديال الطلاق، الوالد راه مشى مع مرته ومشى مع دوك الجوج، مع خوتي مع اختي وخويا. وانت بوحدك؟ لا بوحدهم في الدار، رواز ياميطاج والمشاريع لتحت، وعنده شي بقع ارضيين وعنده الطونوبيل وكاينه الفلوس تبارك الله. ما عليناش، هما داك الشيء كلشي دار ليها وكاله. وانت عايش بوحدك؟ لا انتوما ما فيتيكم والو، لا امكم ولا داك الشيء، دار وكاله. المهم صافي دابا مي دار الوكاله، يعني وصلت الهدف ديالها بارك، هذيك دازت. نرجعوا للمشكل ديال الاغتصابات. الاغتصاب الاول وقع لي مع هذاك الدري الكبير في السن ديالي 6 سنين، ومن باقي ما جبت ليه والو. ملي جا هو من طاليان سولته واخا شحال في عمرك؟ حيت اكبر مني بعام ونص. يعني اخو مصطفى بنادم الى شي وحدين 6 سنين وواحد 7 سنين ونص يقدر يدير فيه ما بغى. كاينه ولا ما كايناش؟ ايوا هي هذيك. لقيت راسي في واحد المكان بعيد شويه على الدار، تلقى واحد مريح حدايا، وتلقى واحد تيورينا المؤخره ديالو. تيورينا المؤخره ديالو كان كبير. دابا مع هادشي غيكون فيه كلام تلعيب، حاولي لقيت الا كان شي كلمه مرك على البوطو متجاوزه. واخا متجاوزه ما عليناش. واخا عاود لك. ايوا راني معاك اخو مصطفى، راني معاك. انا معاك. راني معاك. انا معاك. ماشي لقيتو تيورينا. المهم لقيت واحد مريح حدانا في واحد البلاصه بعيده على الدار، تيورينا المؤخره ديالو. من بعد تيقول لنا حنا مارش انتم العاده السريه. انا غنوريكم المؤخره ديالي للاسف. شوف جينا معاه في هذاك السيستم. من بعد الى تنتفاجئ تيدور عندنا وشي يقول لنا شكون اللي بغاني نوريه. كيفاش اشناي كيفاش كيقدر لي انت كنتي في عمرك 6 سنين ديك الساعه تقريبا؟ سنين. باقي ما قاليش التحضيري. ما عليناش. المهم قلت ليه انا. من بعد قال لي هو يلا زيد نوريك كي دير ممارسه. دير هكا ودير هكا. من بعدها واش ولاو عندك حالات متكرره رشيد؟ بحالاش يعني حالات متكرره؟ واش من بعد يعني هذا الحادث اللي وقع مع ذاك اللي كان اول مره؟ لا هذاك اللي قلبني الاول. غير واحد النهار في فلاش ديال 16 عام 17 عام قال لي وتي راه انت كنتي تتعدى عندنا في الصوره، قال لي
ملي كنتي تضربنا وتتخلي ضربونا هي ليا في الصغر ويري شوفني واش عاقل. لا دابا دابا باش ما نخلطوش عافاك رشيد. انت دابا كتعاود لي على الكبر، انا كنعاود لك مازال يعني انا بغيتك مازال تبقى لي في ديك المرحله من وراها اشنو طرا ليك؟ واش واش وليتي تتميل بزاف لهاد الحالات المتكرره ديال الاغتصاب؟ وليتي لا انا راه ما تنميلش لهادشي ديال الشاد ديالك. الشاد ديال هي مقلوب. انا لا انا راجل، انا ما تنحملش قلت لك شي راجل كاع الا توشيني ولا نشوف انا شي راجل. انا هذيك المستمعه الفرنسيه اللي كانت قالت لك اودي انا راه عندي ولدي يحملش يجي المغرب على البال تيخلوه المغاربه. انا ما كرهتش، كون لقيت كنعيط ليها ونقول لها شوفي ولدك عنده الحق، ما باقيش تقولي لي سيري المغرب حتى وكان يبغي هو راه عنده الحق. نيت انا نيت تيخلعوني شي وحدين الصراحه. انا عايش في المغرب، عشت كاع في فرنسا وتيخلعوني انا شي وحدين. المهم سير اخا مصطفى اشنو بغيتي تعرف؟ لا من بعد يعني ديك الفتره يعني كيفاش تطورت الحياه ديالك؟ زعما انا عرفت يعني كيفاش ولات، كيفاش علاش وليتي كتعرض لحالات الاغتصابات بزاف؟ حيت على حسب ما فهمت بحال واقيلا تقالت في هذاك الحي صافي ولات مشنوعه عليك. انا قالوا ياك مانيت عنده شي حاجه واقيلا ما مراجلش هذا ولا شي حاجه وشي بيضفر بهذيك الغنيمه كلشي بغي غير يدوق هذاك الشيء بغي يشوف ياك ماشي حاجه بحال بان كيف شي حاجه ما عمرو شافوها. وما ونزيدك واحد القضيه اخرى مصطفى. نعم كاينين شي كلمات انا سمعتهم في بعض المدن، تنسمع الدراري تيقولوها. هذاك الشيء باش يجي انا الثقافه الجنسيه خاصها تقرا. اها تنسمع مثلا التناوب. كتسمع مجموعه ديال الحوايج، مجموعه ديال الحوايج بلا ما نحددهم. الانقلاب ولكن بواحد الطريقه على كل حال. ايه لا كان دوك على كل حال. نرجعوا للموضوع. هذا هو. يعني هذا راه مشكل. اها. هذا راه اكثر من مشكل عائلي واكثر من بزاف المشاكل. اها. اها. يلا ما علينا سير اخا مصطفى. دابا مني ولاو الناس شانعين عليك في الحومه ولا في الوسط ديالك وداك الشيء. سير. يعني حيت دابا هذاك اللي يقول بني غينوض واحد اخر عاوتاني غادي نمشي انا حتى انا بغيت ننتقم ديك الساعه في هذاك السن. هذاك هذيك الفكره اللي كانت تكونت عندك. سنين بنادم شي واحد في عمره 6 سنين قال لي الا بغيت ننتقم غيديوها فيه. لا غاديش يديوها فيه. غير 6 سنين في عمره. يقول لي الدري باقي صغير. مشيت حتى انا تنعاود الوقت ديال شي جريمه يقدر. عندي واحد الوالد صعيب بزاف. هذه في الفتره هذه في الفتره رشيد اللي كنتي عايش مع امامك ديك الساعات مازال في الدار. نعم اخويا مصطفى. واش هذه هي الفتره اللي كنتي عايش فيها مع امامك في الدار رشيد؟ هذه هي الفتره هي هذه. للاسف. فاش كنت عايش في بالضبط في خريبكا. ومن بعد فاش مشيتي مثلا تحولتوا ملي تحولتوا كيفاش تبدلات الامور ديال حياتك؟ واش بلاتي نزيدك وداك عمي الاخر اللي قعدت تصفر ليا وكنت بغيت نمشي نقولها ليه. نمشي نقولها ليه في الدار وقعدت لا عقلت البارح قلتي لي ما تقولهاش وهكا وتيصفر ليا ما تمشيش. وهذوك الجوج اللي كانوا بيغتصبوني اخويا جيت هذاك الدرا والمزقور كيقولوا لي تما. يعني راه كون شدوني انا يقدروا كاع قتلوني كاع اخو مصطفى. مؤسف جدا هادشي. يقدروا قتلوني وعطوني واحد المبلغ قليل ديال الفلوس وما عرفتش انا كي درت تفلت منهم لانني قلت لهم اودي غادي نمشي نقول لكم في الحي صافي تخلعوا ويعطوني الفلوس وانا نهرب. ودابا انا كون مثلا شدوني بعنف ولا انا بغيت ولا شي حاجه ما تعرف. هذا بنادم من لاج ديال 6 سنين. واخا والمهم واحد اللقطه اخرى اخو مصطفى تلقى راسي تنمارس الجنس عاوتاني مع واحد ولد عمي. ما عرفتش المهم ضربتني الفيقه تنقول اش درت نط وانا نمشي بحالي. للاسف وليتي المهم ولات الفيقه. واش هذا الشيء غير انا اللي تنحس به في الصغر ولا يقدر يكون حتى شي واحد هو يكون عنده في المخيله ديالو بحال هاد المسائل اللي وقعوا ليه؟ ولكن انا اخو مصطفى ماشي شي حد وقع لي ماشي زعما شي حد وقع لي هذا الشيء ولا زعما سمعته انا من عند شي حد. هادي تجربتك هادشي طرا ليك انت هادشي تجربتك انت ماشي شتو في التلفازه. المهم ملي مشينا عاوتاني لاكادير نسيت عشت في هذيك المدينه نسيت. واخا بلاتي هنا غادي نوقفني انا بغيت نعاود نقول لك هذا.